السلام عليكم مشاهدين المستمعين الافاضل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، كلشي مزيان؟ كنتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فلوج جديد، يوم جديد، نهار جديد. مبرت عليكم بزاف، ولكن سمحوا لي الموتور، سمحوا لي اصلا الموتور، سمحوا لي ضربني البارح مشيت للحمام. المهم الخوت، غبرت عليكم بزاف، ولكن لظروف خاصه. اكيد اننا غنرجع ان شاء الله وغندير فيديوهات ان شاء الله. وشكرا بزاف للناس اللي كيسولوا فينا، فين غبرتي، فين مشيتي. انا ديما موجود، انا ديما في الساحه، ولكن بعض الاحيان خاصك تغبر على ظروف العمل. الا ما خدمتيش ما غاديش تعيش. انتم ما كتعرفوا بلي هادشي فقط كهوايه، ما كنصوروا ولا من هادشي، وهادشي فقط غير المهم كان بارتاج معكم الفيديوهات فين كنمشي في اجمل المناطق. وراكم شفتوا الفيديو، شكرا بزاف الناس اللي كيتفاعلوا مع الفيديو ديالي. ودابا بلا ما نطول عليكم، غنخليكم دابا وغنمشيو ان شاء الله. بقاو معنا باش نمشيو دابا ان شاء الله، نمشيو باش ناكل شي حاجة ان شاء الله. هنا ما كاينش تقول اصلا نبرد تشاهد، واخا الناس كاينين تشاهد، ولكن نصور نصور. احنا الاخرى نمشيو لإنيفريا، إنيفريا نشدو التاكسي. اخيرا حنا دابا ركبنا في التاكسي وغنمشيو دابا لإنيفريا. And imagine a utopia, darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head. جينا للمارت إيمي فري، اللي هي هادي، هي هادي اللي كتشوفو دابا، هي هادي، هي المغادلة. أنا وصلت تحت، كيف كتشوفو دابا كنتواجدو تحت هاد الشجرة هادي اللي زوينة بزاف. المهم دابا غنعطو لتحت باش تشوفو إن شاء الله أجمل المناطق اللي كتسخر بها منطقة دمنات، منطقة الزلال. هاد المنطقة هادي اللي هي رائعة جدا، فيها الخضورية وفيها الطبيعة وفيها الجو النظيف النقعة. دابا غنمشيو ان شاء الله. الى غتجي لهاد المنطقه هادي ما خصك ما عليك الا تشد التاكسي من دمنات، تقريبا شي 6 كيلومتر، وانت في دمنات تقريبا 4 دراهم. 4 دراهم انت في دمنات في المنطقه ايمين فري، اللي هي من اجمل المناطق، مغار اللي زوينه بزاف على شكل قاره افريقيا. مازال ان شاء الله نهبطو لتحت باش تشوفوا ان شاء الله المغارات ايمين فري كما لم ترى من قبل. يلا نخليكم دابا مع السينماتيك و سلام
السلام عليكم خويا، اش راح تقول لنا على ايميني فريو؟ ميني فري اش غادي نقول لك، ميني فري منظر زوين رائع، الجو نقي الكالم، والسياحة شوية شوية ماشي هكذا. وكاين شي تويج هنا الطواجن كاينين، كنديرو طنجية الدمنيات هي هادي الدمنيات هي هادو طواجن 100%. قولنا سي يجيو لهاد المنطقة باش مرحبا بهم يجيو يكتشفوا الدمنيات. هاد المنطقة زوينة بزاف، فيها الأمن وفيها الأمن، ما نعاودوش والله ما كاينش اللي يوصلك هكذا. كل شيء كاين هنا بخير وعلى خير. شكرا اخويا، غنصور التويج. ما سيدي العواصم. المهم الخوت هذه هي المنطقة اللي حددناها، مازال ما وصلناش بالضبط المنطقة اللي حددناها، وتفاجئنا بالمناظر، وتفاجئنا بالطنجية الدمناتية، وتفاجئنا بالعواصير، وصراحة عندي ما نقول اللي عجبني في هذه المنطقة هو الأمن والاستقرار. ما كانش اللي بالعكس الناس كترحب بيك، وبحال إلا المهم بحال إلا مدينتك هذه. المهم الناس الله يعمرها بقى. من الخوت كنتمنوا اننا نقربكم لمنطقه دمنات، اللي هي واحد المنطقه اللي امنه بزاف وفيها ماكولات كيف عند الاخ عند الطويجينات وكيدير العصير، وصراحه داك الشيء رائع جدا. قال لكم اجيو اجيو، راه دمنات زوينه، راه فيها ما يتشاف، راه ايميني فري واحد المنطقه اللي هي زوينه بزاف، المنطقه اللي سياحيه، كيجيو الناس من جميع المناطق المغرب كيجيو لهاد المنطقه وكيكتشفوا. اكيد كل مره كيكتشفوها، خصوصا انا شخصيا كل مره كنجي لهاد المنطقه اللي هي رائعه جدا، وصراحه كنستمتع بالرحله ديالي لهاد المنطقه المغرب هادي، وكيشفتو مناظر خلابه رائعه، مناظر طبيعيه رائعه جدا. وللتذكير هذا فيها تقريبا اكثر من 100 نوع ديال الطيور، وصراحة رائع رائع. عندما سيدي عبد الله، عندما سيدي العشاق السباحة، الناس مخيمين هنا فرحانين ناشطين مبرعين الحمد لله. كذلك هذه ديال النفايات، دابا غنمشيو باش ندخلو للمغار ديالنا. يلا ما تمشيوش بعيد، بقاو معنا باش تشوفوا احسن مغارة في افريقيا. اول قنطره طبيعيه في المغرب، واحسن احسن واجمل ما يكون في الاطلس هي هذه، صراحه رائعه جدا رائعه جدا. يلا يلا نمشيو. احنا خوتي كنقربوكم للواد، وهي ديك المنطقه فاش داك البلاصه فاش تصورنا من الاول فاش بدينا فاش يلا جينا في التاكسي، هي ديك البلاصه جينا النيشان مع هذه، لا من هاد البلاصة هادي جينا هبطنا مع الدروج. احنا دابا خرابين باش نوصل للمنطقة المحددة. هانتوما سيدي على الكرموز، على الكرموز، يلا نشتو معانا الحب. كنتواجدوا داخل مغارة ايميني فري، في تحت ايميني فري حيد القميجة، حيد هذاك ديال الطيور كيطيح، هذاك حاشاكم بحال هذا، هادشي كرسينا القميجة، داكشي علاش حيدها باش نستمتع بالرحلة ديالي، وفي الاخر ما تكرفش لي القميجة ديالي. المهم هادي هي المغارة ديالنا كما كتشوفوا مشاهدين مستمعين وافاضل، كنتمنى يعجبكم. اكيد تمحنا باش نوصل لهاد المنطقه هادي، ولكن الجمال ديال المنطقه كتنسينا في المعاناه ديال 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 الطريق. وحنا وصلنا ودابا غنمشيو لواحد البلاصه سميتها الطياره. ها انتم اخوتي
المعاناة باش نوصل نصور لكم الفيديو، وباش يجي واحد يقول لك لا انت غير كتخربق انت كذا انت كذا انت كذا. مؤخرا ما بقيتش كنسمع الاراء ديال الناس، يكفي انني ان الشيء عجبني انا شخصيا وعجب واحد النسبه قليله. المهم مؤخرا ما بقيتش كنجاوب بحال دوك الناس اللي كيديروا تعاليق فيهم انتقادات. المهم شكرا بزاف لاي واحد كيتسني، شكرا لجميع الاخوان، والتحيه لكاع الناس اللي كتسكنوا في دمنات وهاد المنطقه هادي. انتم سيدي، انتم سيدي كتشوفوا الجماليه ديال هاد المنطقه. يلا انطلقوا. والله العظيم الخوتي الا ترش بزاف ديال الفيديوهات، ولكن ما عمري قلت شي واحد فاش نجي لهاد البلاصه. كنجي ديريكتومون كنهضر اوتوماتيك، ماشي زعما كنمثل عليكم ولا شي حاجه. ما عمري مثل عليكم وما عمري درت شي حاجه نقلتها من شي بلاصه، بالعكس داكشي اللي كنقوله غير من راسي. وسبق لي جيت لهاد البلاصه وصورت فيها الفيديو بزاف، وداك الفيديو توصل عجبو الناس. تحيه لكل الناس اللي كيساندوني كيديروا جيم، وبسبب داك الجيم انا دابا باقي مستمر وباقي غندير لي فلوغ، وعندي بزاف د المناطق نزورهم، وبينهم منطقه شلالات اوزود اللي باقي كنتمنى ان شاء الله نمشيو لهم قريبا. دابا يلا نركبوا في الطياره قبل وتمشي علينا الطياره الخوت. يلا يلا نركبوا في الطياره. عندو مسيدي ها المعاناة ديال الطريق. والله العظيم الى هاد البلاصه هادي تستحق ان تكون دروج ولا يكون فيها شي طرامواي، واخا داكشي مستحيل يكون فيها شي طرامواي يدوز من تحت هاد الغار هذا، علاش لا. دابا هي الطياره ديالنا اللي غنطلعو ليها هي هادي، كتبان لكم الفوق. يلا الناس اللي كتفرجوا في هاد الفيديو يلا دخلوا ديروا التعليق ديالكم لتحت باش حتى انا نعرف بلي عندي الناس كيتابعوني حنا خوت. يلا نمشيو الخوت، يلا نمشيو نشوفو القنطرة الطبيعية إيمينيفري التي تعتبر قنطرة إيمينيفري من أحسن المناطق السياحية، كيجيو ليها الناس من بزاف المناطق، وأنا جيت ليها بزاف، جيت ليها عدة مرات وعجبتني ورجعت ليها. متخيلش فهاد القنطرة هادي نمشي بحال هكا ونصور الما كيطيح عليا من الفوق. الخوت الما كيطيح عليا الشلال. غنطلعو للطيارة. إنه تسلق الجبال الشامخة من هنا. أنا عندي مع المغامرة. تعال شوف كيوت 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 ناري 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 ناري. واه حنا ركبنا في الطياره الخوت، يسحب لكم الطياره لبصح. الطياره طبيعيه في هادو بحال شجر ديال الطياره. هيا عييت ناري. غندخلو من واحد الغار مين هو هذا. ندير بحال هكا وندوزو. يلا ما بقاش زيد ما بقاش، يلا ما بقاش، يلا الطياره غتنطلق. البلاصه سمعوا الطياره حيت الشكل ديالها على شكل طياره، وحفروا هاد البلاصه هادي. البلاصه سبحان الله محفوره من عند الله فيها الغار هذا، وهاد البلاصه هادو بحال شي شجرهم، يعني هادشي طبيعي 100%. يلا دابا غندوز لتحت وهادشي اللي كان الخوت. المهم الخوت كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنشكر بزاف الناس اللي غادي يشجعوني وغادي يديروا جيم لهذا الفيديو، وخليوا لي التعليق ديالهم لتحت. تحيه لجميع الاصدقاء بدون استثناء، ديما كنبارطاجي لهم الفيديو ديالي، ديما يعني كنتفرج في الفيديو ديالهم، ديما كندير لهم جيم. تحيه لكاع الاصدقاء، واللي نسيت في هذا الفيديو نسيت شي حاجه سمحوا لي بزاف. كنتمنى نكون عطيت صوره زوينه لمنطقه دمنات اللي كتعتبر واحد المنطقه عزيزه بزاف، وربي بوحده اللي شاد. وهاد المنطقه هادي مازال خصها الامكانيات باش تكون بحال هاد البلاصه هادي، خصها الدروج يكونوا بالسيمه ديالهم ويكونوا بالحديد ديالهم وكلشي. ما كرهناش تكون هاد المنطقه هادي رائعه احسن من هكا، ولكن يكفي ان عجبتنا
هكذا ان شاء الله الخوت. يلا باي باي عليكم، يلا بسلامة عليكم، وما تنساوش ما تنساوش ابوني تشاهد 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 هبطوا لتشاهد اللي ما ابونيش يا باش تشاهد ابونا. يلا ان شاء الله راه باقي فيديو.